كما قلنا في الفيديو اللي فاتت، التاج input عنده attribute اسمه type. التايب هذايا ينجم ياخو plusieurs valeurs possibles. باش نحاول نشوفو مع بعضنا اكثر لي فالور المستعملين في الفيديو هذايا. مانيش باش نستعملو sublime text، مي باش نستعملو html code editor.com اللي هو editor اون ليني. علاش؟ على خاطر كي تكتب اي حاجه لهنا على اليسار كيما باش نكتب تاو كيما تشوفو فيا، اوتوماتيكمون تنجمو تشوفو الريزلتا اون طون ريال. دونك هكايا تعاوني اكثر اني نجم نوريكم الريزلتا اون طون ريال. دونك نصنع فورمولا جديد، دونك التاغ فورم في وسطو التاغ لابيل، لهنا باش نحط يوزر دو بوان. من بعد التاغ لابيل عندي التاغ انبوت بيان سور سيلف كلوزينغ تاغ، دونك نحط له نيم ايغال يوزر، ونجم نحط له بليس هولدر نقول له مثلا ماكس ويت كاركتر. دونك لاحظنا لهنا اللي زادنا ريكتانجل جديد في وسطو ماكس ويت كاركتر. دونك كي نزل على يوزر لهنا فما حد شي باش يتبدل. علاش؟ على خاطرنا نسينا اللي ما بين اللابيل والانبوت. لهنا لازمنا نزيدو الفور ايغال يوزر، ولهنا نزيدو الاي دي باش نجمو نعملو اللي ما بينات اللابيل والانبوت نربطوهم ببعضهم. كيف نعمل اللي هذايا؟ ننزل هنا على يوزر، اوب ولا فما ليان. دونك يوزر كي نزل عليها ولا تحط الكرسور لهنا. دونك هنا نجم نكتب مثلا رؤوف، اوتوماتيكمون تلاحظوا ان البليس هولدر يتنحى كي نكتب اي حاجه، وكيف نعاود الفساخه يعاود يرجع. دونك هذا تيب لولاني اللي هو بار ديفو تكست. شوفوا مع بعضنا توا تيب واحد اخر. دونك التيب الثاني جوست نعمل كوبي كولي. دونك نجم نخليه بجنبه، ولا كان تحبوا ترجعوا للستار دونك هنا تنجموا تعملوا بير كيما تحبوا نتوما، تنجموا تزيدوا بير اخرى. دونك ما فما حتى مشكله. لهنا باش نعمل مود باس، مود باس دونك لهنا باش نسميها بي دبليو دي، ولهنا بي دبليو دي، والنيم كيف كيف بي دبليو دي، والبليس هولدر مثلا خليوها ميسيرش مش مشكل. بدا فهمتوا البليس هولدر كيفاش تخدم، باش تحطوا تحبوا نتوما من بعد. لهنا لازمني نقول له اللي راهو التيب نتاعو مود باس، سينو كان تلاحظوا لهنا نجم تكتب كتيبة عادية وماهيش مخبية. هذاك علاش البار ديفو لازمنا نحيوها ونزيدو اتريبيو اسمه تايب، ولهنا نسميوه باسورد. كيف نسميوه هذيك باسورد وننزلو لهنا، تولي اي كلمة تكتبها تولي تتغطى معاش تتشاف.